شلون استقبل الاتحاد الوطني الكردستاني كحزب والشعب الكردي قرار المحكمة الاتحادية الخاص بصادرات أو تصدير النفط والغاز؟ بدءا، نحن لدينا دستور، والدستور هي الوثيقة السياسية والاجتماعية التي تحكم جميع العراقيين. نعم، لدينا خلافات سياسية مكوناتية، سواء داخل المكونات أو خارج المكونات. إذا تحدثنا عن المكون الكردي، هناك تباين واختلاف بين الاتحاد والديمقراطي وأحزاب أخرى أيضا في جبهة المناهضة للديمقراطية، نعم وكذلك المكون السياسي الشيعي والسني. لكن يجب أن لا ننسى بأن القوى السياسية الكردية قوى نضالية أتت بنضال وبثورة، يعني لم تتشكل بعد إقرار الدستور أو بعد 2003 أو نتيجة انتخابات، كتل نيابية نتيجة انتخابات، أتت زين نتيجة نضال وفي أهداف معينة. زين إقليم كردستان نموذج، كان نموذجا وملاذا لجميع القيادات العراقية. دخلنا إلى الدستور، نظمنا ملف الطاقة والمال في الدستور في المادة 111 من الدستور، ولحقها المادة 112 من الدستور. ال 111 من الدستور يقول النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي، وعائداته يجب أن تكون في خدمة الشعب، يعني هذا ما في فحوى المادة 111. لحقها المادة 112 هي تنظيم ما قاله، ما ذكر في المادة 111، يعني كيف ينظم هذا ما ذكر. يعني إذا كلام تتفق معي ويتفق معي الكثير، الكلام هو إنشائي، النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي، اي طبعا ومبدئيا نحن متفقين. لذلك نظم في 2012 بجزئيات، ال 112 عفوا، في 112 يعني قضية كيفية توزيعها وإدارتها وإخراجها وبيعها. لكن في ذيل المادة، في ذيل المادة 112 يقول كل ما ذكر في 112 من اي بدايات وفي وسط المادة، في ذيل المادة يقول ينظم بقانون. صراحة لا يوجد قانون نفط والغاز في العراق، زين تحديات كبيرة، هناك جنبة سياسية لعدم تشريع قانون نفط والغاز. من يدير ملف المال، ملف الطاقة، نفط وغاز في إقليم كردستان هو قانون نفط والغاز. قرار المحكمة الاتحادية إذا نظرنا إليه من الجنبة القضائية والقانونية محترم، وهو قرار بات وقطعي وملزم. إذا نظر به إلى جزئيات وما هي مسببات التي دعت المحكمة الاتحادية إلى إصدار هذا القرار، هو صراحة يعني هو نتيجة يعني أنه القوى السياسية هي اللي مسؤولة إلى عدم تشريع قانون النفط والغاز. لذلك إذا تحدثنا على الإقليم يعني بيع النفط واستخراج النفط فهو له الحق. إذا تكلمنا عن قرار المحكمة الاتحادية في عدم يعني قوله بأنها غير دستورية، أيضا لها الحق. إذا تكلمنا عن بغداد وخطواتها، أيضا لها الحق. لماذا لهم الحقوق جميعا في كيفية التعامل مع هذا الملف؟ لأننا لم ننفذ المادة 112 من الدستور بتشريع قانون النفط ممكن والغاز. قد لذلك يكون هناك لا يوجد إيمان لدى القوى السياسية بأننا عراق واحد، دولة ذات نظام فيدرالي اتحادي. يعني إقليم كردستان ده مو يعني سموه الاتحاد الوطني، بس التحالف الكردستاني لطالما يرى الآخر بأنه يريد الانفصال، قراراته منفصلة، همه مو الهم العراقي العام قدر ما هم الشعب الكردي. حتى من نتحدث الشعب الكردي، يعني نادرا ما نسمع الشعب السني، الشعب الشيعي، باقي المكونات، الشعب الكردي. هذه التصريحات الانفصالية ممكن هي اللي تجعل هذا الموضوع بمخاوف. يعني صراحة قضية الشعب الكردي والمكون السني والشيعي الذي يضم دائما المكون العربي في العراق، هذا الله سبحانه وتعالى خلقنا هكذا، لا بغض النظر، ونحن انا احكي عن التسمية السياسية. من اقول مكون، اقول مكون شيعي، بس ما اقول شعب شيعي، اقول شعب عراقي وشعب لا كردي، مع انه الكرد هو هم حتى في ابنائنا. الدستور، لأن حتى في الدستور يقول العراق يتكون من الشعب الكردي والشعب العربي. يعني ما بي عيب، يعني إذا كان هناك شعب كردي هذا مو عيب، لا دستوريا ولا قانونيا ولا حتى طيب أخلاقيا، لا ولا حتى دينيا. الله سبحانه وتعالى يقول وخلقناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا. يعني صراحة نحن الشعب الكردي نعتز بشعبيتنا ونعتز بعراقيتنا، نحن جزء من العراق، لا نعود إلى الماضي وخطاب الكراهية، كيف تم تقسيم الكرد إلى العراق وسوريا وتركيا وإيران، نعم وما هي أسباب لا مستقبل واضح واضح، بعدها. يعني دلائل يعني تاريخية معروفة. هذا مو مهم، لكن نحن شعب لديه مقومات، شعب لديه لغة، لديه أرض، لديه رؤية، لديه كما الأخوة الشيعة وكما الأخوة السنة والتركمان والكلد والعاشرون العلما. هذه سر قوة العراق صراحة، لكن تمام، الآن مع بس الأسف أنا أريد أرجع أصبح آخذ العراق إجابة للناس. أستاذ محمود، الاتحاد الوطني الكردستان مو الاتحاد، الأستاذ محمود خوشناوي اليوم فاتحين ملفه الشخصي وهو قيادي بالاتحاد الوطني الكردستاني. كيف؟ هل هو مؤيد لقرار المحكمة الاتحادية ولكن بشروط أنه يقر قانون للنفط والغاز؟ هذه إجابتك حتى انتقل للمحور الآخر.
يعني صراحة أولا كما أسلفت أنت في البداية يجب أن ننفذ الدستور ويجب أن نتفهم النظام الفيدرالي في العراق. طيب الإقليم كردستان كيان دستوري في الدولة العراقية. قضية قرار المحكمة الاتحادية أنا أقول لك سواء قبلنا أو لم نقبل، رضينا أم لم نقدر، حسب الدستور قرار المحكمة الاتحادية باتة ملزمة قطعية يجب التعامل معها. نحن في الاتحاد نشجع حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والمؤسسات ذات العلاقة أن تذهب يعني إلى أنت ضد اللي يقول ما نلتزم بقرار المحكمة؟ لا ابدا لا آه. انا ضد الذين يقولون انا التزم بقرار المحكمه الاتحاديه، لكن يجب ان نؤقلم يعني نذهب الى اقلم. طبعا طبعا هي هاي الشروط، ان تكون هناك قوانين نظام المحكمه الاتحاديه، صح، نظام المحكمه الاتحاديه تشريع قانون نفط وغاز وحفله، بالتالي احنا عراقيين، يعني هذا مو قرار دولي تعسفي تجاه دوله معينه، نحن كلنا عراقيين ويهمنا ابن البصره ابن اربيل ابن بصره ابن سليمانيه في مراده. طيب لذلك يجب ان نتكلم بوطنيه في هذا المجال.